كانت جادة ويسكونسن وسط العاصمة الأمريكية تنعم بالهدوء في هذا الوقت من فترة بعد الظهر، عندما ظهرت أضواء سيارات موكب وزير الخارجية الإيراني مانوشهر موتكي الذي وصل لتفقد مكتب رعاية مصالح بلاده، الموضوع في عهدة سفارة باكستان. يجب أن لا نتعجب من أنه سوف يكون هنالك أكثر من زيارة لأكثر من مسؤول إيراني، لأنه إدارة الرئيس أوباما قد قررت ليس فقط الانفتاح ولكن التفاعل مع هذه الإدارة. هذا لن يغير السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالمفاعل النووي وكل ما سوف يجري في جنيفا، ولكن هذه إشارة للحكومة الإيرانية بأنه الأمريكيين جديين في الانفتاح والتكلم عن المواضيع الأساسية. مانوشهر موتكي لم يتكلم مع الصحفيين المنتظرين أمام مكتب رعاية المصالح الإيرانية، لكنه أكمل زيارته وكأنها فرض عليه إنهاؤه. الزيارة هي جزء من المجاملة الدبلوماسية وهي موضوع تقني بحت، وهي تتفق مع رسالة الرئيس أوباما أنه يلعب اللعبة اليوم حسب الأصول والأعراف الدبلوماسية، فهو ذهب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار وهو يحاور الإيرانيين، وهذا دليل على مدى جدية الإدارة الحالية على عكس الإدارة السابقة في التعاطي بالملف النووي الإيراني. قد يعتقد البعض للوهلة الأولى أن الزيارة جزء من انفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الحقيقة قد تكون غير ذلك. أعتقد أن كل المقاربة الإيرانية هي لكسب الوقت الاستراتيجي، يعني أن يأتي دبلوماسي كبير إيراني إلى واشنطن هو لن يقرر الموضوع، القرار سوف يكون في طهران وتحديدا في مكتب يعني المشرف العام على الجمهورية الإسلامية والرئيس والحكومة. زيارة مانوشهر موتكي لواشنطن كانت مفاجئة لمجرد حصولها ومفاجئة من حيث توقيتها، لكن الآراء هنا في العاصمة الأمريكية متطابقة على ضرورة الانتظار قبل إصدار أي استنتاجات مستعجلة. إيميل بارودي، تلفزيون دبي، واشنطن. مانوشهر موتكي في العاصمة الأمريكية. انتظروني بعد الفاصل، أنا إيميل بارودي من واشنطن.